بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون مختلف قطاعات الإنتاج، من بينها الصناعات التقليدية والملابس الجاهزة والعطورات والتجميل والصناعات التحويلية وغيرها، انطلقت اليوم فعاليات معرض جابس الدولي. دورة حقت رقم قياسي كبير في عدد المشاركين، إلى درجة أن وصلنا معاش النجم لبوا رغبات جميع العارضين معنا في الجمهورية التونسية. كل المنتوجات تقريبا متوفرة في المعرض في الدورة هذه، خاصة الصناعات التقليدية اللي هي كانت طاغية في الدورة هذه، فما عدة صناعات أخرى. وتضمن المعرض أيضا جناحا خاصا بتجار سوق جارة وجناحا ثانيا من تنظيم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية من 7 ولايات. خدمتي تطور في البخنوق والجابسي، بخنوق الجابسي ما عادش تلبس، طورتها عملتها كيما لابسه ثاني هكا، عملتها كسوة لبسه وطورنا الكروشيه، رجعنا التيل، رجعنا لبسته القديمه الكل رجعناها قدرة ربي. الاسعار يا خويا بصراحه ماهاش المتناول، فما اللي قادر فما اللي مش قادر. هذيك الفرحه اللي تخلينا نفرحوا بالمعرض اكثر من الاسعار، الاسعار ارتفعت برضو مش كان في المعرض. ويتضمن برنامج هذه الدورة العديد من العروض الموسيقية والترفيهية.